سلافة الماغوط بنت الكاتب المعروف محمد الماغوط نشرت بوست على صفحتها الشخصية وطالبت فيه بمنع الأدام بسوريا. البوست عمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، هذا الشيء اللي خلى سلافة تحذف البوست. راديو أورينت اتصل بسلافة لحتى يفهم منها تفاصيل الموضوع وهل الناس فهمتها غلط أو لا. أنت كتبتي حرفياً يا ريت يتم منع الأذان في سوريا. أنا بدي أفهم منك هل هل هناك ما يمكن إضافته على هذا القول أم أنه كما هو لازم نفهمه مثل ما هو مكتوب؟ يعني أنت مع منع الأذان في سوريا؟ طبعاً. ليش؟ بتمنى يعني يا ريت. ليش؟ ما بدنا نحن بالأصل متأثرين بجو السعودية يعني سوريا يعني أنقى وأطهر من كل هال يعني الغزوات اللي اجتنا وغيرت من بيئتنا وغيرت من مجتمعنا، يعني المجتمع السوري جدا راقي. بس بعدين بصراحة لما كنت أنا صغيرة مثلا كان في جامع، نحن ساكنين بالمزرعة في جامع الإيمان، أوكي، بعدين فتح الجامع الكويتي، بعدين صاروا يتكاسروا، بس وصلنا لمرحلة والله أنا كنت لما فترة الجامعة لما زادت هي موجة الدين امشي بالطريق ما أقدر أحكي أنا وفيكي ماشيين بالطريق من كل جهة في الله أكبر الله أكبر، شو وصلنا؟ إذا هذا الشيء له علاقة بحرية الرأي كان المفروض يتقبلوا رأيي، ما ياخذوا بهالحدية وبالتهديدات وبالقتل وبالأخير بالأخير للناس رأيهم أيضا. بدي أشكر كثير الكاتبة والشاعرة سلافة المغوط، كنت معنا في أورينت بودكاست. التعليقات اللي اجت على المقابلة من غزوان اللي كتب: المستغرب أن تكوني كاتبة ومعارضة، أصبح عندي شك بأن كتاباتك مسروقة من أحد المغمورين والتي تسجل باسمك لأنك ما أعطيتي جملة مفيدة طيلة النقاش. أما منير فعلق: شيء مؤسف، هذه إساءة كبيرة لكاتب وطني كبير أحس بآلام الشعب وصور واقع المأساوي. تعليق من عبد الحليم اللي كتب: شباب الأفضل عدم تناقل مثل هذه الأخبار لأنه هي عرفانة حالة تافهة بس بدها تعمل هيك دعاية.